أنا مغربي ومسيحي، طبيب، كانوا بغي بلادي وكنت أنا بغي شعب بلادي. عشت في بلادي وحاولت نهاون ونساهم، لكن الحكومة جرت على مراتي الأجنبية واضطريت نخرج من البلاد. إلا بغى المغرب يتقدم خاصو يعطي الحرية للمغاربة، كل المغاربة يختاروا العقيدة اللي بغاو ويخليهم يعيشوا حياتهم طبيعية. ماذا بنا لو أعطتنا الحكومة الحقوق ديالنا كمغاربة مسيحيين؟ أنا مغربية ومسيحية، وكنتمنى الحكومة المغربية تعترف بينا وتحمينا وتحمي حقوقنا، راه حتى حنا من حقنا نختاروا الدير اللي بغينا ونعيشوا بكرامتنا بحالنا بحال كاع المغاربة، بلا ما يتعدى علينا حد ولا يستدعينا بوليس ولا جدارمية. باغي نعيشوا حياتنا بلا مشاكل. أنا مغربية ومسيحية تلموت. أنا مغربي ومسيحي، عايش في الغربة، بغيت مشيت أنا لبلادي والكتاب مقدس في يدي بلا ما نخاف حتى شي واحد اللي يحيدوا ليا، وحتى أنا نجتمع مع أخوتي خواتاتي في الاجتماعات ديالهم بلا ما نخافوا من شي بوليس ولا تابع كذا ولا حتى شي حاجة. أنا مسيحي ومغربي. أنا مغربية ومسيحية، كنطلب من وزارة الداخلية باش تعطي التعليمات ديالها للمسؤولين باش ما يتعرضوش لنا ولا يوقفوا لنا اجتماعاتنا، راه حنا كنتجمعوا غير باش نعبدوا الله، باغين نمارسوا الشعائر ديالنا بكل حرية كيف ما كتقول لنا المواثيق الدولية. أنا مسيحي مغربي، سميتي سي محمد من الدار البيضاء. أنا جيت نتكلم معكم اليوم على الحقوق ديالي كمغربي مسيحي، وهذه البطاقة الوطنية ديالي اللي ما كتحددش انتمائي الديني ولكن انتمائي الوطني. احنا ماشي رعايا ولكن مواطنين، احنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. شنو هما هاد الحقوق ديالنا؟ هاد الحقوق ديالنا خمسة وربما أكثر، ولكن غادي نذكر منهم غير خمسة. أول حق هو أننا نتزوجوا بزواج كنسي ومدني، يعني ماشي زواج كيحمل أي منطلقات دينية أخرى. ثاني حاجة أننا نمشيو للكنائس ونصليو في الكنائس. ثالث حاجة أننا نسميو أبنائنا بالأسماء اللي بغينا، يعني أسماء مسيحية. رابع حاجة أننا نقري ولادنا هذاك الشيء اللي بغينا، يعني نقدروا نقروهم التربية الدينية اللي احنا بغينا نقريوها ليهم أو ما نقريوهاش ليهم. خامس حاجة هي في الموت ديالنا أن نتدفنوا كمسيحيين مغاربة وماشي شي حاجة أخرى. أنا مسيحي مغربي وكنضم صوتي لجميع المسيحيين المغاربة. أنا مغربي ومسيحي، نتمنى من المسؤولين يشوفوا لنا حل، راه ما يمكنش يبقاو متجاهليننا بحال إلا ما كاينينش كاع. بغينا المسؤولين يعترفوا بنا رسميا ويكون عندنا الحق نتزوج زواج مسيحي، نسمي وليداتنا سميات مسيحية ونقريهم مبادئ مسيحية، وهذا الشيء كله بلا ما يتعرض لنا حتى واحد أو يحبسنا شي حد. أنا مغربي ومسيحي، نتمنى الحكومة المغربية تعرف باللي المغاربة المسيحيين مواطنين صالحين كيبغيو الخير لبلادهم، في العوض ما تطاهدهم وتحرر عليهم عيشتهم تعطيهم حقوقهم وتحترم خيارهم. المغاربة المسيحيين فيهم بزاف اللي قدروا يعطيوا للبلاد ويهزوا براسها، إلا تعطاتهم الحرية والحقوق ديالهم غادي يركزوا مجهوداتهم في خدمة البلاد عوض يبقاو يقلبوا على كيفاش يقدروا يحميوا ريوسهم ويتجنبوا الاضطهاد. حرية العقيدة حق أساسي من الحقوق، المغاربة المسيحيين كيطالبوا بهذا الحق ويكون بشكل رسمي.